السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنقدم لكم طريقة تحضير العجينة المكسرة. ندوزوا المقادير. عندنا 100 غرام دقيق أبيض، ربع ملعقة صغيرة ملح، 75 غرام زبدة مقطعة إلى قطع صغيرة، 1 ملعقة إلى ملعقتين ماء. نمروا لطريقة ديال التحضير. اولا غادي نشدو هذيك الفورس والملحه غنغربلوهم في الغربال، من بعد غادي ندوزوهم في واحد الاناء وغادي نشمعوا وغادي نضيفوا الزبده ليهم وغادي نبداو نجمعوا في هذيك العجينه بالصبيعات ديالنا، نفرتو تتولي عندنا بحال السميده. من بعد غادي نضيفوا الماء، ملي نضيفوا الماء نضيفوا غير بالمعلقه الاولى تنشوفوا واش خاصنا الماء مازال، عاد نزيدوا المعلقه الثانيه. من بعد غادي نجمعوا العجينه مزيان تنتحصلوا على لاباط بغيزي ولا هي العجينه المكسره. يمكن لينا نحتفظوا بالعجينه المكسره في الثلاجه وفي مكان دافئ في المطبخ ديالنا قبل ما نستعملوها. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى.